بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد النعماني، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية والأسطرة القلبية بكلية الطب. الحقيقة جالنا سؤال مهم من أحد المرضى. المريض بيقول في السؤال بتاعه أن أنا أعاني من ارتجاع شديد في الصمام المترالي ناتج عن جلطة قديمة بالشرايين التاجية أدت إلى ضعف وتضخم بعضلة القلب. كفاءة العضلة وصلت حوالي 38%، وسن المريض 62 سنة ولا يدخن. سؤاله: هل يمكن إجراء عملية إصلاح للصمام المترالي؟ الحقيقة الحالة دي يعني فيها جزء مركب ومعقد شوية. عشان المريض نعرف إن هو هيستفيد أو لا، لازم نعمل حاجة معينة. طبعا هو ابتدى يعني يبحث عن الحل الطبي، أنا أعتبره في مرحلة متأخرة شوية. الموضوع ده له شقين، هو ارتجاع الصمام المترالي وقصور الشرايين التاجية. المريض بيعمل هنا في الوضع ده بيعمل أسطرة قلبية على الشرايين التاجية لمعرفة مدى تأثير الجلطة اللي حصلت على الشرايين، وهل في شرايين أخرى مصابة. وبنعمل حاجة اسمها الميوكارديال فيابيليتي، يعني نشوف مدى حيوية عضلة القلب، لأن ده بيحدد استفادة العضلة دي من الإجراء استبدال للشرايين التاجية، عملية قلب مفتوح أو عملية توسيع عن طريق الدعامات. وبرضو بنعمل حاجة اسمها موجات صوتية على القلب بالمجهود الدوائي. نتيجة الفيابيليتي ستادي او الموجات الصوتيه اللي على القلب بالمجهود الدوائي فيها اجابه سؤال المريض، اللي بتحدد هل المريض ده عنده حيويه في عضله القلب وبالتالي ممكن ان يستفيد من تغيير الصمام ولا لا. ده الحقيقه جزء مهم جدا، فبالتالي المفروض ده يتعمل قبل قرار استبدال الصمام المترالي او عمل عمليه قلب مفتوح لاستبدال الشرايين التاجيه. وشكرا، ومع تمنياتي طبعا بالشفاء والصحه الكامله لجميع المرضى.